بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في واحده من المباريات الحلوه جدا. فريق الشباب بيفوز على اتحاد جده 1-0 بهدف كارلوس جونيور، وبيقدر ان هو يرتقي في جدول الترتيب للمركز التاسع. الف مبروك لفريق الشباب وهارد لك لفريق الاتحاد. ده مبدئيا، ولازم نتكلم على الاتحاد مع احترامي الشديد، سواء اتلعب 4-4-2 او اتلعب 3-5-2 زي ما كان موجود طول الوقت، ففي مشكله في فريق الاتحاد. مع احترامي الشديد يا استاذ، ده كده عندك مشكله في موضوع الاطراف، عندك مشكله كبيره جدا في موضوع الاطراف. انت ما عندكش اطراف، بدليل مثلا ان لو دورت النهارده هتلاقي اللعب كله موجود في العمق. رومارينو اللي المفروض على الورق ان هو بيلعب طرف في ال 4-4-2 اللي على الورق، روما كان بيخش كتير في العمق مع سلطان ومع نجولو كانتي، ده غير ان فيصل برده مش قادر يلعب دور الجناح الشمال. مفروض ان انت على الاجنحه مستني كريم بنزيما او مستني حمد الله، هم اللي يروحوا يعملوا زياده على الاجنحه ويقدروا ان هم يخلقوا لنفسهم فرص على الاجنحه. تمام، بنزيما يعرف يعمل كده ناحيه الشمال، حمد الله ما يعرفش يعمل كده ناحيه اليمين، رومارينيو يعمل كده مكان حمد الله جميل، بس روما بيخش لجوه اكتر ما بيحب يلعب على الطرف كتير. فهنا بقى انت قدام مشكله انك اغلب الوقت هتلعب في العمق، مش هتروح على الاطراف خالص، لا هتروح على الطرف الشمال ولا هتروح على الطرف اليمين. فاللعب بالنسبه لك هيكون سهل لو الفرقه اللي قدامك عندها نص ملعب قوي. والنهارده انت كنت بتلعب الشباب، جوستافو كويلار وبانيجا وحسين المنصور عملوا مباراه عظيمه، وبالذات حسين ولاعيب زي كويلار، لان حسين وكويلار اغلب الوقت كانوا بيدافعوا. بانيجا هو اللي مسموح له ان هو يطلع يعمل ادوار هجوميه مع كراسكو ومع كارلو جونيور ومع فهد المولد. فهد المولد اللي حتى لو مش في حالته، فهد المولد يقدر ان هو ياخد سبرنت يشكل خطوره على الفريق المنافس، يقدر ان هو يرقص، يقدر ان هو يعمل حركه مهاريه تقدر ان هي تخلق فوضى في خط دفاع المنافس. وفهد المولد النهارده للاسف ما عرفش يعمل كده، لكن كراسكو عرف يعمل كده وتحصل على ضربه جزاء ولكن الفار الغاها. وكارلوس جونيور الفيرود، كارلوس جونيور الفيرود في اول 14 دقيقه جات له عرضيه جميله من فواز الباك اليمين. فواز عمل عرضيه جميله جدا، كارلوس جونيور سجل الهدف الاول. فواز وحمد اليامي عملوا مباراه حلوه قوي، رومان سايس ونادر عملوا مباراه جميله جدا، حارس المرمى كيم الخط الخلفي بتاع فريق الشباب عمل مباراه 10 على 10 زي ما انت عايز تقول. قول يا معلم، الخط الخلفي بتاع فريق الشباب عمل مباراه حلوه قوي. كويلار برضو رائع، جوستافو كويلار كل مباراه بتكلم فيها على كويلار عظيم جدا. انا بحب جوستافو كويلار من ايام فريق الهلال، الراجل ده ديفندر ممتاز جدا. المباراه كانت صعبه على فريق الشباب الحقيقه، لا الشباب كان قادر ان هو يدافع كويس جدا قدام فريق الاتحاد، الشباب كان قادر ان هو يخلي الاتحاد ما يخلقش خطوره كبيره، وكان قادر ان هو يخلي الاتحاد يكون عنده مشكله في ان هو مش قادر يخترق في عمق الملعب، فلازم يلعب على الاطراف ويلعب عرضيات، والعرضيات دي كان مميز فيها نادر وكان مميز فيها رومان سايس، ودايما وابدا كانوا بيقدروا ان هم ياخدوا الكرات الهوائيه، وكيم برضو كان بيسهل عليهم كرات كتير. فانت بتتكلم على خط دفاع قادر ان هو يتعامل مع الكرات العاليه. فمباراه زي دي ظهرت قافت فريق الاتحاد ان انت عندك مشكله على الاطراف، واول حاجه بتقرر ان انت تعملها انك بتدور على الباكات مظله واحمد بقى مسعود. احمد بقى مسعود لو في الملعب هو مظله بتدور على مهند شنقيطي وبتدور على زكريا هوساوي، اللي هو يعني المباراه دي لو كان فيها بدايه المباراه اللي بدا مظله واللي بدا لعيب زي احمد بقى مسعود هيعمل برده التغييرات دي، هينزل مهند وهينزل زكريا الهوساوي، ولو مهند وزكريا الهوساوي هم اللي بداوا هيغيرهم وينزل احمد بقى مسعود وينزل مظله. ليه؟ هو الراجل عنده فكره كده ان انا محتاج انشط الاطراف واطلع الباكين. طب بالنسبه للاجنحه انا ما عنديش اجنحه، دي مشكله. طبعا دي مشكله كبيره، ودي كل الفرق اللي بتلعب الاتحاد عارفاها. كل الفرق اللي بتلعب الاتحاد عارفه ان الاتحاد لو قفلت عليهم كان الملعب الدنيا بالنسبه للاتحاد هتكون صعبه. هتقول لي طب ما الاتحاد مش عارف كده، الاتحاد عارف كده بس بيحاول على قد ما يقدر ان هو يلعب عرضيات كتير لحمد الله او كريم بنزيما، ده غير ان اصابه اوجار كورنادو فرقت معاهم جدا في الحته دي. كورنادو كان بيقدر ان هو يروح على طرف وروما يروح على الطرف الثاني، انما دلوقتي روما بقى مطلوب ان هو يخش عمق الملعب كتير لان الطرف الثاني فيصل غاندي مش هيقدر يديك نفس الادوار بتاعه كورنادو، وما عندوش نفس الامكانيات اللي موجوده عند كورنادو. خساره مستحقه لفريق الاتحاد، يعني قصدك تقول كده؟ هي مش قصه خساره مستحقه، بس قصه ان الاتحاد ما كانش عنده حلول لا في الملعب ولا بره الملعب علشان يقدر يرجع في المباراه، بدليل ان الاتحاد ما خلقش فرص كتير، وبدليل انك لو دورت على الكوره الاون تارجت هتلاقي ان الاتحاد ليه 4 اون تارجت وفريق الشباب ليه واحده بس اون تارجت.
تغييرات ما اتتش بثمارها، والتغييرات برضو بتاعت المدير الفني ايجور ما جابتش برضو ثمارها. ايجور نزل عبد الله رديف مكان كارلوس جونيور فرود بفرود، وماجد كندا او كامبا مكان ايفر بانيجا، وهتم بهبري مكان كراسكو، وتغيرت هتم بهبري مكان كراسكو وماجد، وتغيرت عبد الله رديف كانت تغيير حلوه، اللي هو الراجل بينزل لعيبه فريش في الوقت اللي عارف ان فريق الاتحاد هيطلع بكل خطوطه. فايجور تقدر تقول عليه ان هو قرا فريق الاتحاد كويس، وخلى فريق الاتحاد شكله مليان مشاكل داخل الملعب. عرض ركل الاتحاد وجمهور الاتحاد، ولكن على الاتحاد وجمهوره ان هم يعرفوا لماذا لم يتم التدعيم بجناح في الوقت اللي الاتحاد فيه بيبان كل مباراه عن مباراه ان هو عايز جناح وعايز لعيبه تكون اقوياء على الاطراف. هتقول لي ما احنا مضحيين بجناح بان احنا بنزود فرويد تاني اللي هو حمد الله وكريم، ولا خلاص يا معلم العمق اتقفل عليك، شوف بقى هتعمل ايه.